السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم اعزائي طلاب الصف الثالث الاساسي ولقاء جديد من سلسله لقاءاتنا لماده الرياضيات والفتره الدراسيه الرابعه واللقاء الاخير. وكما اطلب منكم في العاده ان تحضروا قلما ودفتر لتشاركوني في حل بعض التمارين او كتابه بعض الملاحظات التي سنناقشها في لقاء اليوم وهيا بنا نبدا معا ونتذكر. لدى كل من جميل وهدى ساحه خارجيه كما في الشكل. أراد كل منهم إحاطة ساحته بسور إسمنتي، سنقوم بإحاطة كل ساحة، يا ترى أيهما طول سور ساحته أطول؟ لاحظوا طول ساحته أطول، السور يحيط بالساحة، تعرفنا في لقاء سابق أن طول سور الساحة يعبر عن ماذا؟ يعبر عن المحيط، هيا بنا نجد محيط ساحة جميل ومحيط ساحة هدى ونبدأ معا بعد الوحدات. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر، والشكل مستطيل إذا الضلع الذي يقابله ماذا سيكون؟ أحسنتم اثنى عشر وتذكروها. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، والضلع الذي يقابل سيكون طول ماذا؟ ثمانية، لأن في المستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين، هيا بنا نجمع. اثنا عشر واثنا عشر، أربعة وعشرون، وثمانية، اثنان وثلاثون، وثمانية أربعون، إذا محيط ساحة جميل يساوي أربعون وحدة. لنذهب لساحة هدى ونبدأ بالعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ما هذا الشكل أعزائي الطلاب أحسنتم السور يشكل شكل مربع هيا بنا نجد محيط المربع عشرة وعشرة عشرون وعشرة ثلاثون وعشرة أربعون إذا محيط ساحة هدى يساوي أربعون وحدة نلاحظ أعزائي الطلاب أن طول سور حديقة جميل يساوي طول سور حديقة هدى مع أن ساحة جميل سورها شكله شكل المستطيل وسور حديقة هدى شكله شكل مربع فكروا نفس الطول ولهما نفس المحيط مع اختلاف الاشكال. يا ترى لاحظوا كل حديقه من الحدائق الاثنتين مبلطه ببلاط مربع الشكل، لو قمنا بعد هذه البلاطات ماذا نسمي العدد الذي سنحصل عليه؟ ماذا نسمي عدد المربعات التي تغطي شكل معين؟ هذا ما سنتعرف عليه في لقاء اليوم وهو بعنوان المساحه. يتوقع منك عزيزي الطالب بعد الانتهاء من هذا الدرس ان تكون قادرا على التعرف الى مفهوم المساحه ايجاد مساحه اشكال هندسيه مرسومه على لوحه مربعات وايضا توظيف مفهوم المساحه في حل مشكلات حياتيه وبسم الله نبدا قام ابي بتبليط غرفه ببلاط مربع الشكل كما في الشكل تمثل هذا اعزائي الطلاب ارض غرفه وقام والدي بتبليطها ببلاط مربع الشكل اذا قمنا بعد هذه البلاطات سنحصل على شيء يسمى مساحه ارض الغرفه نعيد ونكرر عدد الوحدات المربعه التي تغطي الشكل تسمى ماذا مساحه ووحده قياس المساحه هي الوحده المربعه هيا بنا نجد مساحة أرض الغرفة التي قام والدي ببلاطها هيا بنا نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة وستة اثنى عشر وستة ثمانية عشر وستة أربعة وعشرون وستة ثلاثون وستة ستة وثلاثون إذا نقول مساحة أرض الغرفة التي قام والدي بتبليطها ستة وثلاثون ماذا؟ وحدة مربعة هيا بنا نطبق ذلك ونحل هذا السؤال. نجد مساحة الشكل الهندسي الذي قمنا برسمه على شبكة المربعات. وكيف نجد المساحة؟ كما اتفقنا نقوم بعد الوحدات المربعة التي تغطي الشكل ولنبدأ معا. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر إذا مساحة هذا الشكل الهندسي أربعة عشر وحدة مربعة وننتقل الى سؤال جديد ونجد مساحة الأشكال الآتية هيا بنا نقوم بعد الوحدات المربعة التي تغطي الشكل هذه هي عبارة عن وحدات مربعة هيا بنا نعدها واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر إذا مساحة الشكل الهندسي هذا يساوي أحد عشر وحدة مربعة وشكل آخر وهيا بنا نقوم بعد الوحدات المربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة لدينا عشر وحدات مربعة كاملة وهنا نصف ونصف نحصل على واحد إذا عشرة وواحد يساوي أحد عشر وحدة مربعة ولاحظوا مساحتين متساويتين وشكلين مختلفين هيا بنا نعود لجميل وهدى يا ترى هل عدد بلاطات ساحاتهم الخارجية متساوية؟ عندما بدأنا لقاء اليوم قمنا بإيجاد المحيط ولاحظنا أن محيط ساحة جميل يساوي محيط ساحة هدى، الآن نريد أن نجد مساحة ساحة جميل ومساحة ساحة هدى، وكيف ذلك؟ نقوم بعد البلاطات ولنبدأ معاً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وثمانية ثمانيتان ثلاث ثمانيات أربع ثمانيات خمسة ثمانيات ست ثمانيات سبع ثمانيات ثمانية ثماني ثمانيات تسع ثمانيات عشر ثمانيات والعشر ثمانيات ماذا تساوي أحسنتم ثمانون وثمانية ثمانية وثمانون وثمانية أحسنتم ستة وتسعون وحدة مربعة إذا مساحة ساحة جميل ستة وتسعون وحدة مربعة لنذهب لساحة هدى ونقوم بعد الوحدات المربعة أو عد البلاطات، لنبدأ. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، وعشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، 100. إذا مساحة ساحة هدى ماذا تساوي أعزائي الطلاب؟ 100 وحدة مربعة. إذا أعزائي الطلاب ماذا نستنتج؟ نستنتج ان هدى تحتاج عدد بلاط اكثر او اكبر من البلاط الذي سيحتاجه جميل تحتاج هدى لعدد بلاطات اكبر لان ماذا احسنتم مساحه ساحتها اكبر لاحظوا هنا المساحه مئه ومساحه ساحه جميل سته وتسعون في نهايه لقائنا لابد من مهمه تعليميه ومهمتنا من داخل المنزل اقوم بايجاد مساحه غرفتي باستخدام الوحدات المربعه والوحدات المربعة تمثل في داخل غرفتي ماذا احسنتم البلاط الموجود على ارض الغرفه نقوم بعد البلاطات التي تغطي ارض الغرفه وبالتالي نحصل على مساحه غرفتي اذا اردتم مشاهده الموقف التعليمي مره او مرات عديده بامكانكم ذلك عن طريق الكود او الرابط الموجود اسفل الشاشه دمتم بخير وعافيه والى اللقاء يا اصدقاء